إنه ليس تغييرا ديموغرافيا، إنه أخطر وأعمق من ذلك بكثير. إنه تغيير للتركيبة بطريقة مختلفة، طريقة تهدد الوجود الإسلامي في بلاد الشام قاطبة وفي سوريا على وجه الخصوص. التنافس على أشده والعين على لبنان. شكل لبنان في ثمانينات القرن الماضي ساحة نزاع بين المصالح الإيرانية والسورية، كل طرف يحاول أن تكون له اليد الطولة في هذا البلد المستباح. ولم تكن العلاقات السورية الإيرانية جيدة في عهد حافظ الأسد، فكانت إيران تنظر إلى مفاوضات سوريا مع الكيان الصهيوني بعين الخوف والترقب، لأنه قد يسحب البساط من تحتها ويهدد سيطرتها في لبنان. الأسد الأب كانت لديه المخاوف ذاتها حول سيطرة إيران على لبنان، الأمر الذي جعله يسعى بقوة لكسب شيعة لبنان إلى صفه علها تكون موطئ قدم الله. وانقسم الشيعة بين حزب الله الموالي لإيران وحركة أمل الموالية لحافظ الأسد، ووصل الأمر بهما إلى القتال المسلح في أيار عام 1986. نتج عن ذلك قتلى وجرحى، وتدخل الجيش السوري إلى جانب حركة أمل، بينما أقدم الجيش السوري على قتل 17 عنصرا تابعا لحزب الله في ثكنة فتح الله، وبقي التوتر والقتال قائما بين الحركة والحزب وإيران وسوريا من خلفهما حتى تشرين الثاني من عام 1990، حيث توصلت الدولتان إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بينهما، وبقي الحال على ما هو عليه حتى عام 2000 عندما مات حافظ الأسد. ولم يكن وريثه بذكائه أو حنكته ولا حتى أطماعه، فتقرب من حزب الله وحسن العلاقات مع إيران، إلى أن اضطر الجيش السوري إلى الانسحاب من لبنان عام 2005، وخلت الساحة من منافس لحزب الله، فوجد الفرصة سانحة وسيطر على معظم مفاصل الدولة والقرار فيها. بشار الأسد يغض الطرف عن إيران. مع تحسن العلاقات السورية الإيرانية في بداية عهد بشار الأسد، والذي لم يكن لديه الطموح لمواجهة أحد وكان اهتمامه منصبا على الحفاظ على كرسيه لا أكثر، بدأت الحملات الإيرانية التي تنشر التشيع تعيث في البلاد فسادا، وراحت تختار المناطق النائية والفقيرة وتنشر فيها أفكار التشيع مقابل مبالغ مالية تعطى للأهالي مقابل إرسال أبنائهم إلى مراكز تعليم التشيع. وبدأ أن الأمر يسير لإيران بحسب ما خططت له من تصدير الثورة إلى بلاد جديدة، لكن هذه الخطوات تسير ببطء شديد بسبب حذر الأهالي وتمسكهم بدينهم وعدم التفاعل الكبير مع الحملات الشيعية. ورغم أن نظام بشار الأسد غض الطرف عنهم، إلا أنه لم يقدم التسهيلات المطلوبة، وكان ما يزال لديه بعض التحفظات من أيام الحقبة اللبنانية، إلا أن أمرا قد حصل غير مجرى الأحداث بشكل لم تكن تحلم به إيران وأتباعها في المنطقة. عدو الأمس منقذ اليوم. كحال الدول العربية الأخرى، عصفت رياح التغيير في سوريا، ودب نبض الربيع في الأغصان التي طال شتاؤها، وصرخت الجموع الثائرة، الشعب يريد إسقاط النظام، ولأن مصائب قوم عند قوم فوائد، ولأن بشار الأسد رأى أن أيامه باتت معدودة، استغاث بكل من يمكن له المساعدة في وأد صوت الشارع الذي لم يعتد آل الأسد وأفرعهم الأمنية على سماعه من قبل. جاءت الفرصة لوحدها، ودفعت إيران بداية بحزب الله إلى معمعة الحرب في سوريا، ثم عندما رأت بأن الأمر لم يستقم للحزب دخلت بقواتها وميليشياتها. ولأنها لم تأتي لتدافع عن نظام الأسد بالطبع، فقد بدأت بتنفيذ مخططاتها منذ اليوم الأول لدخولها الأراضي السورية. حملات التشيع باتت علنية كبيرة، وفي معظم الأحيان تجبر الأهالي على التشيع، وإلا فمصيرهم القتل والتهجير. سيطرت إيران على معظم مفاصل دولة الأسد المتهالكة، وبات الأمر والنهي بيدها، لكنها ما زالت تحكم دولة سنية رغم كل الجهود المضنية في تغيير دين الناس وتشييعهم. عشر سنوات إيران بدأت تقطف الثمار.
لم تكن إيران مهتمة كباقي الدول المحتلة لسوريا بالثروات والمواقع الاستراتيجية بقدر اهتمامها بالإنسان نفسه، فهي عكفت على تغيير هوية سوريا الدينية وقلبها إلى دولة شيعية تابعة لولاية الفقيه في قم. فبينما كان التنافس والصراع على أشده بين الدول للسيطرة على نفط سوريا وغازها ومائها وباقي الثروات، كانت الحملات الإيرانية تبني المزارات الشيعية في مدن وبلدات دير الزور والرقة وحمص وحماة. لكن يبدو أن العمل لم يعد يجدي هكذا، وصار لزاما تسخير دولة الأسد ومقدراتها في أكبر عملية تشييع جرت في العالم، ليصدر المجرم بشار الأسد قرارا يقضي بإلغاء منصب مفتي الجمهورية العربية السورية، والذي كان يشغله الموالي للأسد وإيران على حد سواء أحمد بدر الدين حسون، ويحيل صلاحياته إلى ما سمي المجلس الفقهي، ويضم المجلس 30 ممن سموا علماء سوريا ممثلين عن المذاهب كافة، بما في ذلك مرجعيات شيعية متعددة، ومشايخ العقل والدروز، ومشايخ الطائفة العلوية. وبما أن إيران هي المسيطر الأول على مفاصل الدولة، فإن الكلمة ستكون لها بالطبع في هذا المجلس الذي من مهامه إصدار الفتوى ووضع الأسس والمعايير والآليات لتنظيم وضبط الفتوى، وهذا سيساهم قريبا في إصدار فتاوى زواج المتعة والحج إلى الحوزات الشيعية وتقديس وعبادة رموز الشيعة والصيام والإفطار بناء على الفتاوي من مكتب الخميني في قم وغير ذلك، مما سيؤثر بشكل مباشر على دين الناس وحياتهم اليومية. ختاما، لم يكن المستهدف من المرسوم طبعا أحمد حسون، فهو ورقة بيد أسياده يكون حيثما أرادوا، ولكن المستهدف هو المكون الأساسي للمجتمع السوري، ألا وهو الإسلام السني، من خلال تقزيمه وتحويله من منصب مفتى للجمهورية لمجرد عضو في مجلس حاله كحال المرجدي والعلوي وغيرهم، ليواجه الإسلام في سوريا خطر الانحسار لأول مرة منذ الفتح الإسلامي، ويصبح غريبا في بلد هو عمود الإسلام وموطنه حين اشتداد الفتن.